حنحكي عن السحور المثالي، ايش وجبة السحور اللي ممكن نحضرها نكون مبسوطين حاسين حالنا عم ناكل، بنفس الوقت حتعطينا الطاقة اللي احنا بحاجة إلها عشان نقدر نكون عنا انتاجية عالية خلال يومنا بالشغل تاني يوم. طب مجد، انا ما بحب اتسحر، لازم اتسحر؟ يفضل انك تتسحر لسببين. السبب الاول للطاقة اللي انت حتكون انت بحاجة إلها لتاني يوم عشان ما تقعد مش مصدق انك انت تضطر تروح البيت عشان تقدر ترتاح. والسبب الثاني، وكلنا احنا بنفضل انه نتسحر عشان سنة، وكلنا بحاجة للطاقة اللي احنا بدنا ناخدها من السحور. مشان هيك ايش في اختيارات احنا بنقدر ناكلها او اصناف بنقدر نتناولها على السحور تقدر تعطينا الطاقة اللي احنا بحاجة إلها، ما تعطشنا وبنفس الوقت نكون مبسوطين وخفيفة على المعدة ما نتعب. من أول الاختيارات اللي إحنا بنحب نحكيها اللبن. اللبن غني جداً بالبروتينات اللي هي بتطول فترة الشبع اللي إحنا حاسين فيها لقدام، ما حناكلها ونجوع دايركت، بنفس الوقت حتنزل وتقعد في البطن وتطول شوي عملية الهضم تاعها، فبتكون مريحة على المعدة وإحنا مش متضايقين. طب مجد، إحنا ناكل لبن سادة؟ لا، ما حناكل لبن سادة، بنقدر ندمجها يا أما مع فواكه أو مع تمر، للناس اللي بيحبوا يتسحروا تمر ولبن بيكون ممتاز جداً، 3 لـ7 تمرات بنفس الوقت عم ناخد كاسة لبن. إيش في اختيارات تانية إحنا بنقدر ناكلها؟ خصوصاً إذا رحنا على الجيم قبل الفطور وإحنا مش عارفين شو بدنا نعمل عشان نقدر يكون في عنا الطاقة الكافية من وقت السحور، بصير ناكل سكر؟ لا، أنا مش مع السكريات على وقت الفطور لسببين. السبب الأول، السكريات حترتفع دايركت، بعدين حترجع تنزل دغري، حتخلينا نحس بالتعب اللي موجود في عنا. إحنا السبب الثاني إنه إحنا ما بدنا ناخد سكريات على السحور لأنه حتسبب في عنا عطش عالي جداً. المشروبات الغازية، العصائر المحلى، السكريات، الحلويات، نبتعد عنها عن السحور، نتجه للأكل الغني بالبروتينات، نتجه للشوفان، للحليب، للألبان، للسندويشات والفول، حتحسسنا بالشبع لفترة طويلة، بنفس الوقت حتكون خفيفة على المعدة. بطيخ وجبنة، هلأ موسم البطيخ، نقدر ناكله وإحنا مبسوطين مع رغيف خبز ونكون أخذنا الطاقة اللي إحنا بحاجة إلها. تسحروا، مفيد جداً، إن شاء الله يكون رمضان سهل علينا كلنا وكلنا طاقة وإيجابية، ورمضان كريم عليكم.